الرياض يتقدم، الرياض مع الكرة يمر يتقدم، ممكن جول، عملها الرياض، هدف 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 للرياض. إذا الرياض ينجح في تسجيل الكرة الماضية في المرمى. خليل يتقدم، هذا هو خليل، راح خليل ولكن أضاعها اللاعب خليل وبالتالي راحت عليه، ضاعت الكرة الماضية على اللاعب خليل. الكرة الآن لدى اللاعب خالد، خالد يحاول، خالد مر، خالد ضاعت من خالد، إذا خالد لم ينجح في تسجيل الكرة الماضية. الآن الكرة لدى اللاعب كعبي، كعبي هو صاحب اللمسة الجميلة، كعبي يتقدم بسرعة، كعبي راح، كعبي أضاعها، راحت على اللاعب كعبي وضاعت اللعبة الماضية، وبالتالي يظل الرياض هو اللاعب الوحيد اللي سجل. الآن المهاجم أيمن يحاول، أيمن، أيمن بالسرعة، أيمن يتقدم، أيمن، أيمن ممكن نقول أيضا أيمن يعني تباطأ في الكرة الماضية ولم ينجح في تسجيلها، هذا هو أيمن. هنا الجولة الثانية للاعبين، لدى اللاعبين ثلاث محاولات، الرياض اللي سجل، الرياض اللي سجل يتقدم الآن، ممكن الثاني، رياض عملها، راحت القائم، القائم يحرم رياض من الهدف الثاني له في هذه المباراة، وبالتالي رياض يضيع هذه الكرة. إذن الآن خليل يتقدم فيها اللاعب اللبناني، خليل هذه المحاولة لديه، خليل راح يتقدم، ممكن واحد على واحد، أضاعها الكرة الثانية، اللاعب خليل يهدرها وبالتالي بتروح عليه، بتروح عليه. بينما الآن لدينا لاعب آخر وهو خالد، اللاعب الأردني يتمنى أن يسجل، خالد، 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 راحت عليه وبالتالي أيضا بتروح وبتضيع عليه الكرة الماضية، هذا هو خالد، لم ينجح في تسجيله. إذن نظرات الجادو يعني حتى الآن تبدو غير راضية على اللاعبين. الآن كعبي، كعبي صاحب المهارات الجميلة، كعبي بالمهارة، 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 أيضا لم ينجح في تسجيل الكرة الماضية، كعبي يهدر الركلة الثانية بالنسبة له في هذه المحاولة. إذن الآن لدينا أيمن اللاعب الأخير، أيمن يتقدم بكرة، أيمن بسرعة، أيمن يحاول، أيمن يتعدى حارس المرمى وبالتالي طولها على نفسه وضاعت المحاولة الماضية. رياض سجل فرصة وحيدة، هذا هو رياض اللي راح يتقدم لتنفيذ الكرة الأولى. رياض، رياض أمام حارس المرمى، رياض يتلعب، جول، عملها رياض، سجل النجم المصري وبالتالي هدفين ينجح في تسجيلهم اللاعب رياض. الآن لدينا اللاعب خليل، خليل معاه الكرة، خليل أمام حارس المرمى، خليل، خليل، خليل يهدر الكرة ولم ينجح في تسجيل أي هدف. نظرات يعني حزينة من سلقابي. راح نتابع اللاعب الثالث اللي يتقدم لتنفيذ هذه الكرة، اللاعب خالد في آخر فرصة، خالد، 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 جول، 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 عملها خالد، اللاعب الأردني سجل، سجل هدف. كعبي لم يسجل في الفرصتين الماضيتين، هل ينجح من خلال هذه المحاولة؟ كعبي آخر فرصة يا كعبي، كعبي روح، كعبي أضاعها وبالتالي راحت عليه، كعبي يعني لم يسجل أي هدف. اللاعب الخامس على ما يقولي هو أيمن، هذا هو أيمن، أيمن في آخر فرصة، في آخر محاولة، أيمن هل يضحى بالشباك؟ طولها على نفسه وضاعت الكرة الماضية. حماس واضح اليوم على مسرح ذا فيكتوريوس. كابتن خالد شنيف، رح تعطينا رايك بهالتحدي ولا مين رح تختار تعطي النقطه اللي ممكن تنقذ احد اللاعبين؟ في البدايه التمرين وجهه نظري سيء جدا للمجموعه ككل ما عدا لاعب واحد اللي هو رياض، النقاط تروح لرياض، الباقين حاله سيئه كمجموعه ككل. رياض مش هختلف كثير عن كلام خالد، تمرين سيء، 15 انفراد بالجون، يمكن شفنا 3 جوان، 2 من رياض، 1 من خالد، ادي نقطتي طبعا
لرياض بيحط الكرة بيروح بسرعة من بعيد بيرقص وبيحط، الثانية رقص وحطها في العارضة، التالتة يا دوبك عدى بس الجون حطها، يبقى مفيش كلام. صوتي لرياض. I can now say something different, unfortunately, because the interpretation, the way that Riyad made this, all the three attempts was great, and the final result definitely scored two goals. That's my point. Go to Riyad. Yeah. I do agree with all my colleagues. By far, Riyad was the best one. I was expecting more, you know, from the rest of the players because they are attacking players and Riyad is not. But I have to say that Riyad was the only one to have the ideas really clear, dribble the ball with the head up, rounding the, you know, the keeper with tranquility, and finishing on goal. So by far, Riyad the best one. I will be disappointed with the rest of the players. شكراً إذن لأعضاء لجنة الحكام.